تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. وكيل اشرف بن شرقي بيعرض اللاعب رسميا على النادي الاهلي من خلال وسيط راح واتكلم وقعد وقال ان بن شرقي عايز يرتدي تيشيرت النادي الاهلي بشكل مباشر بعد انتهاء الفتره بتاعته او عقده مع نادي الزمالك. طب انت جايب الكلام ده منين؟ انت بتالف، انت بتهري، انت بتهبد. طيب يا باشا تعال نطلع ونسمع ونشوف مصدر الخبر، واحنا الخبر ده جبناه قديم برضه من نفس المصدر من حوالي يمكن شهرين كده، وقلنا لكم ان وكيل بن شرقي عرض اللاعب او خدمات اللاعب على النادي الاهلي والنادي الاهلي حط بنود وشروط. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مصدر الخبر ايه وتعقيدنا على الخبر بعد ما حضرتك تشوف الفيديو الاصلي والمصدر الاصلي للخبر. بس قبل ما حضرتك تشوف الفيديو، وعلى فكره قناة النادي الاهلي كمان اكدت الخبر بشكل كده مبهم، بس اسمع، روح اسمع الخبر ومصدره واللي قاله وتعقيبنا عليه وقناة النادي الاهلي. بس حضرتك قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. ما تنساش اللايك بتاعك مهم عشان الفيديو بتاعنا يترقى ويروح لاهلاويه تانيين. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو من اوله لاخره ونرجع نعقب عليه. يلا بينا. الحرب النفسيه بدات بقى بين الاهلي وبين الزمالك، والاهلي يلحق وقع خد نجم الفريق، الاهلي خلاص خلص مع نجم الزمالك. القصه البدايه كانت من تصريح، لا البدايه كانت من هنا عندنا لما اعلنا ان وكيل اشرف بن شرقي يعرض اللاعب على النادي الاهلي ويطلب وساطه احد الوكلاء المقربين من مجلس اداره النادي الاهلي لاتمام الصفقه بشروط 1 2 3. فاكرين؟ الحمد لله كان هنا طلع امير توفيق في تصريحات انا بسميها او تقع تحت بند الحرب النفسيه. فبيسالوا قال لك في لاعب مدير تعاقدات النادي الاهلي امير توفيق، قال لك في لاعب نجم يحق لنا التوقيع معاه في يناير وعقده هينتهي الموسم ده، احنا بنتفاوض معاه وعاوزينه. بدات بقى الدنيا مين بن شرقي، زي ما انا قلت قبل كده وهجيب لكم الفيديو ان شاء الله في حلقه الثلاث، بن شرقي معروض على النادي الاهلي عن طريق وكيله مع شرط اساسي انه ياخد نفس القيمه اللي بياخدها علي معلول. كان في بعض الشروط اللي رفضها النادي الاهلي زي بونص مختلف يعني لوحده في البطولات، ومحمد صفوت قال لي طيب خد بقى بن شرقي وهو ماسك تيشيرت الاهلي كمان شكله هيبقى عامل ازاي. ماشي يا صفوت، طبعا الصوره دي مش حقيقيه يا جماعه، دي صوره كده تخيليه. ماذا لو انضم اشرف بن شرقي للنادي الاهلي؟ ده هيكون شكل الاعلان. نجم مميز رائع، كل عارف رايي فيه، ابر واحد من اهم 5 اجانب في تاريخ الكره المصريه، واحد من اهم الاجانب اللي جت في تاريخ الزمالك كله اشرف بن شرقي. يعني وقع يا شريف؟ لا ما وقعش. ايه ده ما وقعش الاهلي؟ وكيله اتكلم، وكيل اهلاوي اول حرف منه نون، ومش هقول بقى مين، نون بتربطه علاقه وثقه كبيره قوي بمسؤولين النادي الاهلي علشان يقرب وجهات النظر. وخد بالك اسمعها مني انا، مش في عرض سعودي كبير لمصطفى فتحي؟ واحد من الناس قال للاستاذ ياسين منصور اجيب لك مصطفى فتحي للاهلي لو عايزه وفري. واحد وكيل لاعبين معروف انه يعني كان قريب من اللجنه بتاعه نادي الزمالك السابقه وتردد، وكان بيرعى صفقه صفقتين كده قبل التجنيد او معاقبه الزمالك بمنعهم من القيد. قدر يعني بيتواصل مع مسؤول الاهلي وقال لهم ومصطفى فتحي كمان لو عايزين. فبقى عندك بن شرقي ومصطفى فتحي، ولكن الكلام اكتر على بن شرقي. فهل يخطف النادي الاهلي من نادي الزمالك واحد من نجومه؟ تخيل انت بن شرقي ومصطفى فتحي، واحد هيقول لي ايه؟ لا ثواني يا حبيبي بقى، ما تقول كلمه حق يا اخي بقى، ما تقول كلمه حق بقى يا اخي. هو مش كان طلع
أخبار وأنباء إن النادي الأهلي لن يدخل في مفاوضات مع لاعب متعاقد مع الزمالك. أه طلعت أنباء. يعني أنت أهو بتعترف؟ لا ده أنا باصم. أمال إيه بقى اللي بيحصل؟ لا ما هو النادي الأهلي قال لك علشان أدخل مثلا مع أبو جبل أو مع مصطفى فتحي أو مع بن شرقي، قال لك دي لعيبه مش متعاقده مع نادي الزمالك. ده الفيفا بيقول لنا في يناير الحالي طالما عقده هيخلص بنهايه الموسم يحق لنا التفاوض مع اللاعب. ده طبيعي. يعني انا لو عندي لاعب عقده هيخلص السنه دي عايز تقعد معاه وتتفاوض معاه، اقعد وتفاوض معاه زي ما حصل مع احمد فتحي قبل كده، زي ما حصل مع عبد الله السعيد قبل كده. فقال لك هو انا جيت فوضت مثلا واحد مثلا زي امام عاشور او اوباما ودي عقودهم ساريه؟ لا ده انا بفوض لاعب عقده منتهي خلاص ويحق لي رسميا التفاوض على انتقاله. ده ردي على اي حد هيقول لي قول الاهلي قال والخطيب كان صرح. هو بدايه ما صرحش بس طلع الكلام. اه طلع الكلام. وسؤالي هل يفعلها النادي الاهلي ويخطف احد اهم نجوم نادي الزمالك عبر تاريخه؟ الايام القادمه هتكشف كل شيء. هل من حق النادي الاهلي ان هو يتفاوض مع اي لاعب يحق له التفاوض في او في الفتره اللي يحق له التفاوض فيه معاه؟ اه اي لاعب. ايوه اي لاعب. اي لاعب انا من حقي كنادي ان انا اشوف المراكز اللي ناقصه عندي ايه، او المراكز اللي انا محتاج فيها لعيبه، واشوف افضل اللاعبين سواء مصر او بره مصر علشان اتعاقد معاهم. طيب امتى اتعاقد معاهم؟ بتعاقد معاهم في الاوقات القانونيه. النادي الاهلي كده طول عمره بيتعاقد مع اللاعب في الاوقات القانونيه التي يحق له فيها التفاوض مع اللاعب. يعني لاعب ينتهي عقده هذا الموسم ابتداء من امبارح او من اول امبارح، النادي الاهلي يحق له التعاقد معه مثلا. يعني انا بقول مثل اي مثل اي حد. فالنادي الاهلي ممكن جدا جدا يتعاقد مع لاعب سواء جوه مصر او من بره مصر. ف ايه اللي هيحصل لسه بقى؟ النادي الاهلي بيشوف هل محتاج مثلا مركز معين من مراكز الملعب، بيروح يقعد مع موسيماني زي ما حضراتكم عارفين بقى الدوره اللي بتمشي دائما. بيروح يقعد مع موسيماني، انت محتاج مين؟ طب احنا عندنا واحد اثنين ثلاثه. هيقول له طيب انا محتاج واحد. فطلع واحد ده بيلعب في نادي في تركيا مثلا. مثلا ما احنا جبنا من الدوري الانجليزي فممكن نجيب من اي حته. ف بيلعب في تركيا فهنجيبه، هنحاول بقى نتفاوض معاه ابتداء من امتى؟ لو عقده يخلص اخر السنه دي ابتداء من امبارح. طيب اللعيب ده جوه مصر وينتهي عقده نهايه هذا الموسم، يبقى من حق النادي الاهلي ان هو يتفاوض معاه ابتداء من امبارح. اي حد. ايوه اي حد. النادي الاهلي دائما عندما يتعامل بالقانون وبالطرق الشرعيه، والطرق الشرعيه تقتضي ان اللاعب قبل ما ينتهي تعاقده بست شهور يمكن التفاوض معاه. فخد بقى الكلام على اي لاعب خلال الفتره اللي جايه فيما يخص هذا الامر. الطرق الشرعية تبدأ، أو حضرتك عايز تفكر في النادي الأهلي دائما تشوف النادي الأهلي وهو بيرسي المبادئ والأخلاق وكل شيء الحقيقة من خلال التفاوض مع اللاعبين في الأوقات اللي يمكن التفاوض معاهم من الناحية القانونية والشرعية. زي ما حضراتكم شايفين وسامعين إن أشرف بن شرقي اتعرض على النادي الأهلي، شريف جمعة أكد من حوالي 3 شهور وإحنا عرضنا الفيديو بتاعه وقلت لكم ده المصدر الاساسي. انا ما بحبش اطلع اتكلم وابني الاخبار او المصادر لنفسي، لا انا بجيب لك، انا بقول لك الخبر اهو لانك انت ممكن ما تكونش ملم بكل البرامج الرياضيه، ما بتتفرجش على البرامج الرياضيه كلها، بتتفرج على برنامج او اتنين وبتسمع يعني فلان قال وفلان عاد ولكن دون مستند ودون توثيق. احنا بنقول لكم الخبر وبنجيب لكم المستند والتوثيق بتاعنا. فلان الفلاني قال، شوبير قال، سيف زاهر قال، ابو لمع الجرجير قال. فكل حاجة بنجيبها بتبقى بالصوت والصورة علشان بنبقى يعني مصداقيتنا أهم شيء
لاديبو. فاشرف بن شرقي معروض على النادي الاهلي؟ اه معروض على النادي الاهلي. ممكن يوقع على النادي الاهلي؟ ممكن يوقع على النادي الاهلي، بس هو لسه ما وقعش. اشرف بن شرقي مش الصفقه السوبر، مش الصفقه الواو، ولا صفقه القرن زي ما كان خالد فطوطه بيقول. لاعب عادي، لاعب هو ممكن يبقى اضافه للنادي الاهلي، ولكن هل النادي الاهلي هتفاوض معاه هيجيبه؟ الله اعلم. هل النادي الاهلي لو اللاعب اتيح له هيجيبه؟ الله اعلم. ولكن واضح كده ان في طوبه بتترمي في المياه الراكده علشان تتحرك، في اشاره من النادي الاهلي ان هو عنده استعداد انه يتفاوض مع اي حد واي لاعب. لو احتياج موسيماني بن شرقي هيجيبه، لو موسيماني قال اه هيجي. الكلمة العليا لموسيماني ثم لجنة التخطيط، وعلى الإدارة التنفيذ. موسيماني بيقول، لجنة التخطيط بتناقش، إدارة النادي الأهلي بتنفذ لما بياخدوا القرار النهائي. شفنا إسلام الشاطر قال إيه؟ قال من حق النادي الأهلي يتفاوض مع أي لاعب ما دام مدته انتهت. هل الكلام على بن شرقي ولا على لاعب تاني؟ الله أعلم. هل بن شرقي هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي؟ حضراتكم تقولوا لي ايه رايكم؟ هل بن شرقي اللاعب الواو السوبر اللي ممكن النادي الاهلي يستفيد بيه؟ انا اعتقد ان لو مرتضى ما جددش بن شرقي ممكن يخسر الانتخابات. ممكن يبقى كارت بن شرقي ده الكارت اللي يتلعب بيه في نهايه قبل ما الانتخابات تظهر، عشان مرتضى يقول انا جددت البن شرقي اللي لجنه لبيب ما جددتلوش وانا اللي جددت له. ممكن زي ما شفنا قبل كده لعيبه كتير في انتخابات بتبقى لعبه وبتبقى حركه، اللاعب يبقى في اثناء الانتخابات ما موجوده يروح داخل النادي يقول انا وقعت الفلان، وقعت عشان مرتضى هو اللي خلاني اوقع، انا جددت عقدي علشان مرتضى خلاني. ممكن، بس هو بن شرقي دلوقتي ماسك العصايه من النص، ما يعرفش مين هيبقى رئيس نادي الزمالك، مفيش استقرار مادي، على العكس وعلى النقيض، عنده بنون ابن بلده وابن المغرب بيقول له ان احنا عندنا استقرار، عندنا احترام، عندنا مبادئ، عندنا قيم، في سيستم ماشي، لا في فلوس مستحقات بتتاخر، ولا في لاعب بيشتكي، ولا لاعب بيروح للفريق، ولا الكلام ده. عندنا سيستم وعندنا نظام وعندنا ادب وعندنا احترام وعندنا لعب وعندنا كل واحد عارف وظيفته، محدش بيتدخل في وظيفه الاخر، ورئيس النادي تارك الصلاحيات كلها للمدير الفني للاختيار، هو اللي بيحط التشكيل، هو اللي بيحط، هو اللي بيعمل تغييرات، محدش بيقول له طلع ده ونزل ده وغير ده وشيل ده. ولجنه التخطيط بتتكلم في اختصاصاتها. فانا شايف ان بن شرقي لو جه هيبقى اضافه، ولكن مش هو السوبر ستار زي ما اعلام الزمالك فخمته وقدمته. دي نهايه الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك للفيديو، لازم لايك للفيديو، يعني مش هيخسرك حاجه اللايك، لو عملت لايك كده صدقني مش هتخسر اي شيء. لايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقاليد الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة عشرة. كان معكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.